على الكلام هيكتر، مش عاوزين يقطع الكلام. أنا من حضراتكم متابعين وبستمع في كل مكان، ورجعنا لحضراتكم تاني ببث مباشر جديد يعني من مكان الواقعة بتاعت حادث تصادم القطرين بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، وبعد وصول مسؤولي محافظة الشرقية كلهم المهندس حازم الأفوي محافظ الشرقية اللي هو عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية. وصل دلوقتي حالا الفريق كامل الوزير وزير النقل علشان يتابع حادث القطار طبعا من قريب. معنا لحد دلوقتي مبدئيا حالتين وفاة و31 حالة إصابة وشخص مفقود، دي الأعداد المبدئية. هيتم طبعا الإعلان عن الحصر الكامل أو الأعداد الرسمية في بيان لمديرية الصحة بعد وقت قليل من دلوقتي. المصابين طبعا راحوا على مستشفى جامعة الزقازيق، وراحوا على مستشفى الأحرار، وراحوا على مستشفى العبور الخاص. احنا مع حضراتكم اهو الفريق كامل الوزير بياخد جولة في مكان الحادث، بيحاول يعرف سبب الحادث ايه، مين المتسبب فيه. بيرافقوا طبعا المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اللي هو عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، ومتواجد طبعا معانا عدد كبير جدا من القيادات الأمنية وقيادات الصحة هنا لمتابعة الموقف من قريب. دي طبعا العربية اللي تعرضت للحادث، العربية اللي ورا الجرارة على طول. وزي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي في مكان الحادث، قطرين دخلوا في بعض على نفس القضبان. عربية زي ما حضراتكم شايفين الجرار بتاعها متحطم تماما، ودي العربية اللي ورا الجرار، دي اللي كان فيها اكبر عدد من الوفيات والمصابين. اللي وصل لفوق، واحنا متواجدين مع حضراتكم اهو. تجمهر طبعا الالاف من اهالي مدينه الزقازيق من اول لحظات في الحادث، حاولوا ان هم يساعدوا ويخرجوا الوفيات والمصابين من القطر. بينهم اطفال وبينهم شباب. هنا الفريق كامل الوزير وزير النقل دخل هنا علشان يعني في كلام مبدئي على ان السبب هو هنا عامل التحويله هو السبب في الحادث. هو طبعا دخل اهو، هو المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقيه دخل على غرفه اللي فيها عامل التحويلات عشان يقدر يتابع الموقف من وجهه نظره. متواجد معاهم طبعا الدكتور احمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقيه، المهندسه لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ برضو. زي ما قلنا لحضراتكم دلوقتي مبدئيا حالتين وفاه، 31 مصاب، وفي حاله مفقوده يعني ما زال البحث جاري عليها. المصابين تم نقلهم لمستشفى جامعه الزقازيق، مستشفى الاحرار، مستشفى العبور الخاص. توجيهات طبعا من الدكتور مصطفى مدهولي رئيس الوزراء ومن جميع القيادات في مصر وفي محافظه الشرقيه، يعني توجيه كافه الرعايه للمصابين. زي ما شايفين حضراتكم اهو قدامكم، انا بس يعني مش عارفه اقرب الكاميرا بس كويس، الفريق كامل الوزير وزير النقل بيتابع طبعا وبيتكلم مع يعني المسؤول عن التحويلات اهو، هو بيتكلم معايا اهو في الغرفه بتاعتهم. متواجد طبعا معاهم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقيه. ووقت قياسي طبعا، لازم نقول ان الفريق كامل الوزير وصل هنا محافظه الشرقيه في وقت قياسي، يعني بعد وقت ما فيش يعني ان هو اتحرك بسرعه جدا اول ما عرف طبعا وقوع الحادث، ووصل عندنا هنا في محافظه الشرقيه بسرعه كبيره. هو متواجد اهو مع حضراتكم شايفينه في الكاميرا. ايوه يا ريس.
فيش يعني كشف يعني بشكل واضح عن ملابسات الحارس او ازاي وقع او الحاجات دي كلها، هيتم طبعا الكشف عنها بعد ما يتم التحقيق. الاسباب المبدئيه بتقول ان يعني التحويلات هم السبب، ولكن الفريق كمال الوزير طبعا هو فوق بيستطلع الامر ومن وجهه نظره هو يقدر يقرر ويحدد ايه السبب. اللي ما تابعش معانا البث المباشر من الاول، احنا مع حضراتكم هنا من المنطقه اللي وقع فيها حادث تصادم قطري مدينه الزقازيق. زي ما حضراتكم شايفين الاف من اهالي مدينه الزقازيق اتجمعوا هنا بيحاولوا ان هم يعني ينقذوا المصابين، وكانوا بيستخرجوا الوفيات. مرفق الاسعاف طبعا دفع بعدد كبير من سيارات الاسعاف، واللي وزعت المصابين على 3 مستشفيات لحد دلوقتي هما مستشفى الجامعه ومستشفى الاحرار ومستشفى العبور. المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقيه زي ما حضراتكم شايفين اهو متواجد مع الفريق كامل الوزير، وبيحاولوا يعني يفهموا ايه اللي حصل او يتابعوا تفاصيل الحادث من فوق من عند الغرفه بتاعه التحويلات. وزي ما قلنا لحضراتكم متواجد عدد كبير هنا من قيادات محافظه الشرقيه، سواء قيادات الصحه او قيادات الامن. طبعا في حضراتكم في حركه القطارات زي ما حضراتكم شايفين، كل قطر بيحاول يمر بصعوبه طبعا، لان في قطرين على القضبان واقفين ومعطلين حركه المرور، وبيتم طبعا دلوقتي محاوله ان هم يرفعوا الجرار والعربيه اللي فيها التحطم دي عشان يعيدوا تسيير حركة القطارات مرة أخرى. فريق كامل الوزير قدام حضراتكم أهو بيتابع حركة القطارات. الاستنفار الامني المكثف من قبل قوات الشرطه وقوات الحمايه المدنيه هنا في مكان الحادث من اللحظات الاولى اللي وقع فيها الحادث. وحاله طبعا من تجمهر، عدد كبير من اهل مدينه الزقازيق اتجمهر هنا من وقت بدايه الحادث، حاولوا طبعا ان هم يساعدوا اجهزه الامن ويحاولوا ان هم يستخرجوا المصابين والوفيات، بيساعدوا سيارات الاسعاف انها تنقله من المستشفى. زي ما الكاميرا جايبه قدام حضراتكم الفريق كامل الوزير والمهندس حازم الاشموني بيتابعوا اهو من غرفه التحويلات تفاصيل الحادث وسير حركه القطارات طبعا هنا في مدينه الزقازيق. احنا طبعا مش في محطه رئيسيه، احنا عند منطقه اسمها الكوبري الجديد، هي قريبه من المحطه ودي المكان اللي وقع فيه الحادث. ونفكر حضراتكم ان احنا لحد دلوقتي معانا احصائيه ب 31 مصاب واثنين وفيات، واحد مفقود بيدوروا عليه لسه، ودي طبعا احصائيات مبدئيه مش الاحصائيات النهائيه. هيتم الاعلان بشكل رسمي عن طريق وزاره الصحه وعن طريق الدكتور هاني جماعه وكيل وزاره الصحه ببيان رسمي حدد الاعداد النهائيه للحادث. مش معاك باور بانك. مش معاك باور بانك. والله؟ استاذ محمد معاك باور بانك؟ اهو معاك يا استاذ محمد. لا والله. استاذ محمد معاك باور بانك؟ يا عم روح يا حبيبي يا ريس تسلم، تسلم يا ريس، حبيبي يا استاذ رافض، تسلم يا استاذ رافض، تسلم يا استاذ رافض، تسلم.
حدث مأساوي طبعا، يعني ربنا يصبر اهل الوفيات ويتولى المصابين بعينيهم. انت وانا اعرف غياب عليك. اقول لي ما زال الفريق كامل، الوزير وزير النقل والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في غرفة التحويلات فوق بيتابعوا تداعيات الحادث وبيحاولوا يتواصلوا طبعا للسبب الرئيسي اللي تسبب في الحادث. قدام حضراتكم اهو القطرين اللي تعرضوا للحادث، اول عربية يعني سليمة نوعا ما، العربية الثانية فيها يعني تلفيات كبيرة، المكان الاول بتاع الجرار بتاع القطر ده في تلفيات كبيرة جدا، والعربية اللي بعده ودي غالبا العربية اللي فيها يعني كمية كبيرة من الوفيات والمصابين. من المعروف طبعا ان الفريق كامل الوزير من الوزراء الحاسمين جدا في اتخاذ الاجراءات العاجله ضد اي واحد بيأثر، ولو تم اكتشاف ان اي حد من العمال هو اللي تسبب في اي خطأ ادى الى الحادث، احنا ان شاء الله عارفين ان هيتم يعني اتخاذ اجراء كبير ضده ويكون اجراء رادع ويرضي كل اهالي الضحايا. فريق كامل الوزير ومحافظ الشرقية طبعا موجودين جوه في غرفة التحويلات، بعيدين شوية عن وسائل الإعلام لأن يعني في محادثات طبعا بتجرى يعني بصفة خاصة بينهم وبين عمال التحويلات اللي موجودين ومسؤولين عن حركة القطر. احنا بنحاول نقرب لكم الكاميرا قد ما نقدر، المهندس حازم الأشموني قدام حضراتكم اهو، والفريق كامل الوزير كل شوية بيظهر وبيرجع يدخل تاني الغرفة. شفناه خرج بوضوح، شفناه خرج بوضوح لما القطر كان بيعدي، كان بيحاول يتابع سير حركة القطارات هنا يشوف الدنيا عاملة ايه، يشوف مين المسؤول عن الخطأ. يا رب ربنا يستر علينا عمال يا رب. خيري نزلت الماء في العربية تاني بسرعة. الله أكرمك. في كروب جاي دلوقتي يا سارة. كروب جاي دلوقتي. هنرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله في بث جديد بعد شوية، يكون معانا يعني جديد في اعداد المصابين او الوفيات، ويكون معانا اخبار جديدة نشوف الفريق كامل الوزير بعد ما يوصل هياخد اجراء شكله عامل ازاي، هنعمل ايه، وهنرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله في بث جديد.